اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حلقات حديث القاهره. معاكم النهارده الحد 10 نوفمبر 2024، وما زالت الاحداث ساخنه جدا في المنطقه العربيه. العيون كلها بتتوجه الان للمملكه العربيه السعوديه، لان النهارده بدا فيها الجلسات التحضيريه، الاجتماع الوزاري او على مستوى الوزراء علشان يحضروا للقمه اللي هتتعمل بكره. بكره القمه الاسلاميه العربيه هيتم انعقادها في المملكه العربيه السعوديه. الهدف منها كما هو معلن بحث سبل وقف اطلاق النار في غزه ولبنان. عايزين يطلعوا بيان مشترك عربي اسلامي بيقول ان احنا عندنا موقف موحد علشان نوقف هذا التصعيد اللي حاصل في المنطقه. طبعا يعني خطوه مهمه جدا، حتى وان احنا لو كانت عملت عندنا علامه استفهام ليه استنينا لوقت، لكن الفكره ان الاحداث الان مهمه للغايه. احنا عندنا الاحداث مشتعله في ايران على خطين. الخط الاول ان في زياره مكوكيه حصلت من رئيس هيئه الاركان السعوديه لايران، وبيقول ان معاه ملفات مهمه جدا، فاكيد الملفات دي هتاثر في الامور اللي هيتم بحثها في القمه العربيه الاسلاميه، يعني بالمنطق. الحاجة الثانية ان يوم الأربع اللي جاي هيكون في زيارة من مدير وكالة الطاقة الذرية لإيران، برضو علامة استفهام، معناه ان احنا بنتكلم في ايه؟ وهل يا ترى هيكون في ضغط على إيران الفترة اللي جاية؟ لما خرجت تصريحات من إسرائيل بيقولوا توافق تام في وجهات النظر مع ترامب حول الملف الإيراني وكيف سنتعامل معه، هيتعاملوا معاه ازاي؟ هنعرف أكيد. لكن مش بس إيران، إيران اللي متهمة إنها بتصفي حساباتها مع إسرائيل عن طريق حرب الوكالة من خلال حزب الله. حزب الله اللي ضرب النهاردة عدد كبير جدا من الصواريخ وصلت للداخل الإسرائيلي، دخلت جوه إسرائيل، عملت عدد كبير جدا من الإصابات، وصفارات الإنذار لم تتوقف لساعات طويلة جدا على مدار اليوم. في نفس الوقت اللي إسرائيل ضربت فيه لبنان، والنهاردة سقط عدد كبير جدا من إخواننا في لبنان، 56 شخص على الأقل من ضمنهم 7 أطفال. تصوروا كل اللي أعلنته إسرائيل، قالت أنا هوقف الضرب في شمال لبنان علشان ما بقاش في موقف محرج قدام مجلس الأمن، عشان ما تحاسبش وما تعاقبش. ده اللي بتقوله إسرائيل، لكن نفس الوقت اللي طلع منها النهاردة اعتراف وعلى لسان نتنياهو قال رغم أن كان في معارضات لينا لما قررنا ان احنا ننفذ هجمات البيجر، لكن نفذناها سواء كانت البيجر او اغتيال حسن نصر الله. التصريحات دي النهارده كمان كانت موجوده. المنطقه بتتوجه لفين؟ شفنا ضربه عسكريه اعلن عنها البنتاجون لليمن، وقال ان انا ضربت مواقع فيها اسلحه متطوره جدا في اليمن واماكن لتصنيع السلاح. اليمن فيها اسلحه متطوره جدا، يعني في مجموعه من علامات الاستفهام. لكن خلينا نبتدي بالتفاؤل خير ونكمل اللي بدا بيه اساتذتنا امبارح اللي كانوا معانا في حديث القاهره، وقالوا يعني ان شاء الله يكون في قرارات حاسمه في الملفات دي لوقف التصعيد ووقف اطلاق النار. الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه موجود معانا على التليفون، واكيد هيسعدنا جدا نشوف تعليقاته على اللي بيحصل والاحداث الحديثه. دكتور طارق مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي يا فندم. هل القمه العربيه احنا بنقول لان تاتي متاخرا افضل من ان لا تاتي، التعليقات موجوده دلوقتي بين الناس انها تاخرت كثيرا، القمه الاسلاميه العربيه اللي هتعقد بكره على مستوى القمه والنهارده على المستوى الوزاري، حضرتك شايف النقطه دي ازاي؟ هو بالتاكيد طبعا هذه خطوه جيده بصرف النظر عن التوقيت، لانها بتاتي في توقيت له دلالته من حيث وصول اداره جديده للولايات المتحده، استمرار الحرب طبعا في غزه، واستمرار المواجهات في الجنوب اللبناني، وبالتالي هذه رسالة أولى بالنسبة للدول العربية والإسلامية للتعامل مع ما سيجري. وجزء مما سيجري هو مرتبط طبعا بتوحيد المواقف العربية لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجهها المنطقة، لكن بطبيعة الحال الأمر ليس سهلا وليس مجرد إطلاق تصريحات إيجابية هنا أو هناك. بطبيعة الحال نحن متفائلين بحدث القمة العربية الإسلامية، لكن بطبيعة الحال هناك ما يعني إشكاليات متعلقة بالأطراف الأخرى، والأطراف الأخرى هي من ستدير معنا معادلة فرض الاستقرار في الإقليم. وقف إطلاق النار كما تقول الإدارة الأمريكية، احنا أمام 60 يوم حضرتك لحين تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مهام الحكم تقريبا، فبالتالي
خلال هذه المدة ربما يعني يتحرك المشهد بصورة إيجابية أو سلبية، لكن يعني اسمح لي أن أقول أن الخيارات العسكرية ما تزال تستبق أي خيارات سياسية، ومن المبكر أن نقول أن المنطقة تتجه إلى حالة من الاستقرار. بالعكس أرى أنه المنطقة تذهب إلى حالة من التوتر حتى مع المرحلة الانتقالية. يعني لا أريد أن أسبق الأحداث وأقول أن الإدارة المنتخبة يعني لم يكن لديها وليس لديها أي رؤية أو مقاربة مجرد تصريحات، وهذه التصريحات يجب أن تؤخذ بحذر. يعني المطالبة بوقف إطلاق النار هذا يمكن دولة الاحتلال الإسرائيلي من البقاء في قطاع غزة، ثم نبدأ الترتيبات الأمنية، هو ما ينطبق أيضا مع الفارق في حالة جنوب لبنان. إذا وقف إطلاق النار مع إدارة منتخبة ليس هو منتهى الأمل لنا كدول عربية وإسلامية، لأنه ستكون إسرائيل قوة احتلال مقيمة على الأرض، وبالتالي يعني سيكون هنا الرابح مما سيتخذ من الإجراءات هو مرتبط بإسرائيل. يعني الرابح والخاسر في يا دكتور طارق أنا أسفة جدا المقاطعة، الرابح في الخاسر في هذه المعادلة معروف في الآخر أيا كانت الاختيارات هيكون مين، لكن أنا عندي سؤال بسيط، هو إن إحنا عندنا ثلاث ملفات حاليا مفتوحة جدا قدام القمة بتاعت بكرة. عندنا إيران اللي راح لها في زيارة مكوكية رئيس هيئة الأركان السعودية، وأكيد لما نسمع على إن في وجهات نظر متطابقة، وإن إحنا عندنا كمان البي 52 موجودة في الشرق الأوسط، وفي زيارة من وكالة الطاقة الذرية لإيران يوم الأربعاء، دي علامة استفهام، بالإضافة إلى أن أمريكا ضربت النهاردة مواقع بتقول أنها خاصة ومهمة جدا في اليمن، وأخيرا إسرائيل أعلنت على أنها بتقسم غزة لثلاث مناطق. الثلاث ملفات دول مع بعض بيدوا لحضرتك دلالة أن احنا متوجهين في الثلاث ملفات دول لشيء؟ هو حضرتك كل دي إجراءات وتدابير جيدة طبعا في سياقها بالنسبة لمحاولة للتوافقات بالنسبة للملف الإيراني، والإيرانيين محددين يعني بصرف النظر عن تضارب المواقف والاستمرار في رسائل الردع لجانب الاسرائيلي والرد الاسرائيلي، لكن بطبيعه الحال الاشقاء في السعوديه بيبذلون مجهودات كبيره في هذا التوقيت لنجاح القمه العربيه والاسلاميه، وبالتالي الرسائل تجاه ايران، ولكن ايران ايضا مطالبه حضرتك بترجمه الاقوال الى افعال وليس مجرد المراوغه او ممارسه اي انواع من التكتيك، لانه المشكله ليست فيما يجري، المشكله في الترتيبات الأمنية والاستراتيجية التي تجرى في هذا التوقيت. هذه ترتيبات تجرى في الإقليم، وهي جزء منها يعني أعتقد مستبق اليوم الثاني سواء في غزة أو في جنوب لبنان، بمعنى أنه ما أشرت إليه الآن خطة الجنرالات، خطة الجنرالات الإسرائيليين، خطة الجنرال جورا أيلاند في شمال القطاع بتسعى إلى تقسيم القطاع. القضية ليست ممر السليم وتقسيم القطاع بين شمال وجنوب، وإنما إقامة مناطق معقمة في عمق القطاع، وبالتالي إسرائيل ستبقى في هذه المنطقة لبعض الوقت إلى حين بداية المفاوضات. الهدف منها تحسين شروط التفاوض، يعني لا تصدقي حضرتك أن إسرائيل ستبقى في ممر صلاح الدين أو سيبقى الممر السليم وتشغيل معابر بديلة وغيره، هذا يعني الأمور يجب أن تفهم في سياقها، لأنها تستهدف تحسين شروط التفاوض مع الأطراف المعنية كل على حدة، وبالتالي الترتيبات الأمنية في غزة مختلفة عما يجري فيه جنوب لبنان. الجنوب اللبناني الهدف الرئيسي حضرتك الآن هو إقامة بافر زون، المنطقة سواء من 5 إلى 10 كيلو ربما تتمثل، وتحييد طبعا المنطقة العازلة بيبقى هيبقى في ترتيبات أمنية لتحييد القرى أو غيره. المشكلة الرئيسة في محاولة التواصل إلى تهدئة بين إيران وإسرائيل، وأيضا الفواعل من غير الدول زي ما حضرتك اشرت وكرمتي، موضوع الحوثيين، موضوع حزب الله، موضوع طبعا حماس والجهاد وغيره، لكن ارى انه اسرائيل لا تريد التصعيد بالصوره التي ربما يتم التهويل فيها، لان اسرائيل تحمى الان تحمى سماواتها بالدفاعات الامريكيه ومنظومات ساد، وبالتالي لا توجد مشكله بالنسبه لاسرائيل. هي كمان عندها خسائر على المستوى البشري وعلى مستوى كمان قضيه ال 400 يوم دي لن تستطيع بالضبط حضرتك الاستمرار، يعني لكن لا نريد برضو ان نرهن هذا الامر، لانه زمن الحروب الخاطفه انتهى حضرتك. يعني الان الحديث عن حروب ممتده طويله، حروب غير متماثله استخدم فيها احدث انماط التكنولوجيا، وبالتالي تكرار المواجهات العربيه الاسرائيليه مثل ما جرى في حرب 73 او في حرب 67 انتهى الان. هذه حروب كانت في توقيتات معينه وزمنيه، لكن الان حروب مفتوحه ممتده نتيجه لاستخدام القوه والاشراف فيها من قبل كيان دولة الاحتلال، والدعم من قبل قوى كبرى بشكل علني وليس بشكل خفي. طب دكتور طارق، موضوع ايران عندي فيه سؤال واحد محدد اذا تسمح لي. فكره زياره مدير وكاله الطاقه الذريه لايران يوم الاربعاء استدعى للاذهان السيناريو العراقي،
فهل ممكن أن يتكرر السيناريو العراقي مع إيران وتتهم بأسلحة دمار شامل وعايزين ندخل نضرب علشان نلاقي الأسلحة اللي موجودة واللي مخبيها إيران، وهذه الدوامة اللي حضرتك تتذكرها زي ما بنتذكرها إحنا، هل ده وارد؟ لا لا، يعني غير وارد. الإيرانيين من الذكاء أنهم يراوغوا مع مفتش الوكالة، وبطبيعة الحال سيكون لهم رسائل مختلفة. هم الإيرانيين الآن الوصول إلى مرحلة العتبة النووية والحفاظ على البرنامج الصاروخي، هذا هو الهدف الاستراتيجي لإيران في هذا التوقيت. ربما تراوغ في ملفات أخرى، وربما تتخلى تكتيكيا عن الفواعل من غير الدول، لكن حسابات إيران الكبرى حضرتك في الملفين، البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي، هذا هو مطمع الجانب الإيراني في أي مفاوضات. وبالتالي ستقبل إيران، أنا في تقديري، بنلسو حل وشبه خيار للحفاظ على مقدراتها العسكرية والاستراتيجية وعدم المساس فيها، لأنه في طموح للوصول إلى العتبة النووية خلال فترة وجيزة، وهذا هو مثمن الخروف. يعني هو في تقديرات وفق للتقييمات العسكرية والاستراتيجية الإسرائيلية، ودي يعني يجب الانتباه إليها، أن خلال أقل من 6 أشهر سيصل الإسرائيليين إلى هذا وفق للتقديرات العسكرية والاستراتيجية والاستخباراتية، يعني مجمع الاستخبارات الإسرائيلي عن يؤكد. وبالتالي الإيرانيين حيوضحوا ويقوموا بهذه الصورة حفاظا على مصالحهم الكبرى في الأقل. وضحت جدا، انا بشكرك جدا دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه، شكرا جزيلا. ده اللي بيحصل على مستوى الوطن العربي واللي كلنا متاثرين بيه، وان شاء الله يطلع بكره شيء قابل للتنفيذ عن هذه القمه الاسلاميه العربيه، ويعلنها مع حضراتكم بكره زميلنا العزيز الاستاذ ابراهيم عيسى. طيب الخبر الثاني معانا النهارده ان التغيرات والتقلبات الجويه كلنا حاسين بيها. اسكندريه شهدت امطار، ناس كانت بتصورها وتنزلها على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى الان يعني بيقولوا ان الاستعدادات في المحافظات الساحليه جميله، ما فيش اي ازمات، لكن الامطار تصل الى القاهره. والنهارده بصراحه الدنيا كانت برد. دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بمركز الارصاد الجويه، يا مساء الخير. مساء الخير على حضرتك استاذه كريمه، ومساء الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بيكي. اهلا بيكي. قولي لنا البرد كده خلاص وصل القاهره؟ يعني احنا شفنا زمايلنا النهارده بيقولوا لي طالما شفتي ان الشرطه شتت احنا كمان نشتي. سيبك من الخريفي بقى، ايه رايك؟ هو طبعا في انخفاض في قيم درجات الحراره، ومحسوس اكتر فتره الليل، فتره الليل المتاخر اللي هي فتره الفجر وفتره الصباح الباكر، قيم درجات الحراره الصغرى منخفضه بشكل كبير، وفي مزيد من الانخفاضات في قيم درجات الحراره خلال فتره الليل بشكل كبير خلال الايام اللي جايه. وكل ما اقتربنا اكتر من فصل الشتاء كل ما هنحس ان في انخفاض في قيم درجات الحراره. يمكن فترات النهار النهارده تحديدا كان في سحب حاجه بجزء من اشعه الشمس، فده حسسنا بالاعتدال في الاجواء، لكن الايام اللي جايه هيكون في يعني زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، فانا هحس بالدفء فتره النهار، وتظل البروده موجوده معانا فترات الليل. فعشان احنا بناكد ان الملابس الشتويه بشكل كامل نستنى عليها شويه لحد ما نبدا فصل الشتاء، لكن يفضل طبعا الملابس الخريفيه على مدار اليوم كله، ونيجي واحنا خارجين فتره الصبح بدري او فترات الليل المتاخر يكون معانا جاكيت او شال تجنبا لنزلات البرد. وكمان احنا كان عندنا يعني تقلبات جويه وفرص امطار خلال ال 48 ساعه الماضيه، من بكره ان شاء الله فرص الامطار هتبدا تقل وتنحصر فقط في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط، وتكون امطار خفيفه الى متوسطه وتتلاشى من المحافظات الداخليه. لكن الشبوره المائيه هي الظاهره الجويه المؤثره معانا خلال الايام اللي جايه، وهتاثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه في فتره الصباح الباكر. لازم ناخد بالنا كل ما درجه الحراره الصغرى انخفضت فتره الليل كل ما هنلاقي الشبوره المائيه مؤثره بشكل كبير، فلازم معاها تكون القياده بهدوء تام وحذر شديد. فتره الصباح الباكر اللي هي تقريبا من 4 الفجر لحد الساعه 7 الصبح، ده مع تكون الشبوره المائيه المؤثره بشكل كبير. ارجوكم انا بقول للناس ينتبهوا علشان الحوادث بتاعه الطرق، ربنا يحفظ الناس كلها. طيب سؤالين بشكل سريع، الاول احنا كده معناه ان بشكل قاطع مفيش موجات تاني ممكن تفكرنا بالصيف، يعني مفيش يوم هنلاقيه حر في النص كده، مفيش اي موجات حر بعد كده خلال الفتره الجايه، خلاص دخلنا موجات حر وارتفاع ملحوظ في قيم درجات الحراره؟ لا، هيبقى بس ممكن ارتفاعات اعلى من المعدلات، مش هتبقى ارتفاعات ملموسه او موجات ارتفاع في قيم درجات الحراره ملحوظه بشكل كبير. هو الدفى بالظبط، الدفى لفتره النهار مع وجود اشعه الشمس، اول ما اشعه الشمس بتغيب او حتى اكون موجود في اماكن ظل هحس بانخفاض قيم درجات الحراره،
والسمة الأساسية في الأيام اللي جاية هي انخفاض قيم درجات الحرارة مش الارتفاع في قيم درجات الحرارة. تمام. أنا سؤال أخير بقى، هل درجات الحرارة بتاعت الأيام دي لو قارناها بالسنين اللي فاتت أو بمعدل درجات الحرارة في نفس الموسم في نفس التوقيت من السنوات اللي فاتت اختلفت كتير يا دكتورة منار؟ لو احنا هنتكلم عن السنة الماضية اختلفت عن السنة الماضية تحديدا، لأن السنة الماضية كانت حتى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أعلنت إن هي من أدفى السنوات، فبالتالي كان قيم درجات الحرارة السنة اللي فاتت أعلى من المعدلات الطبيعية، لكن السنة دي قيم درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية أو الخريفية المعتادة للسنوات السابقة، لكن مش للسنة الماضية، لأن زي ما احنا قلنا السنة الماضية كانت قيم درجات الحرارة فيها عالية بشكل كبير أو أعلى من المعدلات في معظم الفصول. بالضبط، أسخن في معظم الفصول كمان، حتى فصل الشتاء لو نفتكر إن احنا السنة اللي فاتت ما حسيناش بالبرودة في فصل الشتاء بشكل كبير، يعني زي السنوات اللي كانت بتبقى قبل كده، فبالتالي السنة دي قيم درجات الحرارة رجعت للمعدل الطبيعي. أنا بشكرك جدا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا. طيب سمعنا كلام الأرصاد، نروح بقى لخبراء المناخ علشان في خبر قالب الدنيا بيتكلم على إن المحاصيل الزراعية في مصر على رأسها البطاطس والطماطم وعدد كبير من المحاصيل الزراعية معرضة بشكل قاطع للإصابة بالأمراض والتلف نتيجة الاختلال في درجات الحرارة. إيه اللي بيحصل بالظبط؟ وهل فعلا إحنا عندنا أزمة مع الزراعة ومع المزارعين؟ خلينا نعرف من الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة. يا دكتور مساء الخير. دكتور محمد مساء الخير. أهلا أستاذة كريمة، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، مشرفنا والحقيقة قلقنا من الأخبار الخاصة بأن المحاصيل الزراعية الآن معرضة للتلف ومعرضة للإصابة بالأمراض والأوبئة والحاجات اللي بتصيب المحاصيل الزراعية عشان الرطوبة وعلشان الأمطار وعشان الشبورة، ده بجد؟ طبعا بشكر حضرتك جدا على اتاحه الفرصه، ودي مسؤوليه مجتمعيه محترمه من قناه القاهره والناس. طبعا لا، هو الخبر مبالغ فيه جدا او الكلام المتداول مبالغ فيه جدا. خلينا نعرف ان احنا في فتره انتقاليه مهمه وهي في داخلين على الثلث الاخير من فصل الخريف. كان الدكتوره منار بتتكلم في انخفاض واضح. لا، هو خريف السنه دي هو خريف ما قبل تغير المناخ، لان في كل السنين اللي فاتوا ومش السنه اللي فاتت بس، كل السنين اللي فاتوا كان الخريف دائما وابدا عباره عن صيف متاخر في الاصل. لاحظنا ان درجه الحراره انخفضت لمعدلات 15 و14 درجه، ودي ما كانتش بتحصل تماما، فكان الخريف بيقول للناس تاني ان لا انا هرجع تاني للفتره اللي هي قبل 40 سنه. حتى اجدادنا كان بيقولوا النهارده واحد هاتور، بالمناسبه النهارده واحد هاتور، شهر هاتور هو ابو الذهب المنطور، يعني ابو الاب بيستثمر في الغيطان عشان يتزرع، والنهارده البدايه الرسميه لزراعه القمح في مصر. الله طمنتنا يا دكتور محمد، يعني احنا الجو السنه دي هو الجو قبل تغيرات المناخ، ده الجو الخريف اللي كنا بنعيشه من الخريف. 40 سنه في الخريف. الخريف لان الصيف كان شديد الحراره جدا ومتوقع ان الشتاء يكون بارد، بس بتكلم على الخريف دلوقتي، ودي فتره مهمه بالمناسبه، كل المزارعين عارفين ان دي فتره سرة الموسم الزراعي المصري، لان كل المحاصيل المهمه تقريبا اما بتزرع او مزروعه او بيتم اجراء خدمه ليها زي محاصيل الفاكهه اللي هيبقى فيه خدمه شتويه. لا ان شاء الله الاجواء ممتازه جدا ممتازه جدا لزراعه القمح هذا العام، ان شاء الله بالخير وتكمل في الشتاء، ما يكونش الشتاء دافئ جدا او بارد جدا. وكمان خلي بالك النهارده واحد هطور، برضو كانوا اجدادنا بيقولوا الهطور تور تور، يعني بيقول للبرد تور تور، يعني بيقول للبرد تعالى تعالى او قم قم. حاليا احنا رجعنا زي ما قلت حضرتك للخريف المعتاد المميز بمناخ مصر اللي احنا افتقدناه بقالنا فترات طويله. يعني احنا ما نقلقش ولا على المزارعين ان هم يقلقوا، ان شاء الله يقضوا موسم كويس، ونتمنى ان الشتاء يعدي في معدلاته الطبيعيه كمان زي الخريف. طب في اي نصايح تحب تقولها للناس معانا يا دكتور محمد؟ في توصيات مهمه جدا جدا للقمح. مواعيد الزراعه بتاعت القمح اللي كانت اول هطور تبدا من النهارده ان شاء الله، في ملايين المزارعين في كل مصر يبتدي زراعه الاصناف اللي موجوده في الخريطه الصنفيه او في السياسه الصنفيه. ممنوع زراعه الاصناف الحساسه للصدأ في الوجه البحري، مرض الصدأ مرض خطير، وممنوع زراعه الجميزه 11 او 6 12 او مصر واحد، وهم عارفين والوزاره منزله فعليا خريطه صنفيه مستبعدين الثلاث اصناف دولت من الوجه البحري. رقم اثنين، الزراعه على مصاطب مهمه جدا للقمح، وبتزود الانتاجيه وبيقلل من التقاوي شويه وبيقلل من الاسمده، فمهم جدا اثر على المصاطب، وبننصح اهالينا المزارعين دايما بهذا الامر. النصيحه الثالثه بقى اللي حضرتك كنت بتتكلمي عليها،
ان الاجواء قطب على الاجواء لما تكسر بالنهار ويبقى في رطوبه عاليه وشبوره وندى ومياه ماء حر على النباتات، بتكون ظروف مهيئه ومناسبه لبعض الامراض اللي ممكن تعمل لي مشاكل على محاصيل زي البطاطس وزي البنجر وزي الفراوله وزي محاصيل الخضر الطماطم وغيره. فلازم ان يكون في رشات وقائيه او على الاقل في فحص دقيق للزراعات يوميا، كل واحد عنده ارض يبص فيها ويشوف الدنيا ماشيه ازاي. والميه يقطعوا الميه في الاوقات دي او يقللوها صح ولا ايه؟ يعني لا انت كده ليكي في الزراعه يا استاذ كريم. يبعدوا الفتره ما بين الريات شويه، يعني مثلا لو بروي على 8 ايام او 9 ايام اروي على 10 او 11، لو بروي بالتنقيط ساعتين في اليوم اروي ساعه ونص، لو ساعه يبقى ساعه الا ربع وهكذا. ده نقطه مهمه جدا عشان اقلل الرطوبه قدر الامكان، عشان الامراض دي امراض محبه للرطوبه وللجو الاجواء البارده نوعا ما زي دلوقتي. اخر توصيه هقولها بس، مزارعي الانفاق البلاستيكيه اللي بيزرعوا علوه الخضر بتاعه الانفاق يزرعوها دلوقتي، هما بيأخروا شويه لغايه بعد نص 11، لا انا بنصحهم ان هم يزرعوا دلوقتي لان الاجواء مناسبه جدا ومهمه، والشتاء احتمال يكون بارد طويل شويه، فبالتالي كل ما كانت الزراعه بدري كل ما كان افضل بكتير. يعني انا سعيده جدا بالنصايح دي بصراحه، وخصوصا اذا كان هتفيدنا في محاصيل زراعيه يعني الناس كلها هتستفيد. انا بشكرك جدا دكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزاره الزراعه. طيب كده اطمنا وان الاخبار ملهاش علاقه بالصحه وخدنا النصايح كمان. نطلع فاصل وارجع اقابلكم وقصصنا الإخبارية النهاردة في حديث القاهرة، في انتظاركم. معلومات الوزراء، مصر لديها فرصة كبيرة للاستفادة من الميتافيرس في عملية التنمية. غلق طريق مصر أسوان الزراعي الغربي كلياً للقادم من الصعيد تجاه المنيب لمدة شهر. استشهاد 41 فلسطينياً في قصف على بلدة جبلية وحي الصبرة بقطاع غزة. تقارير إسرائيلية، توقعات بقرار لمجلس الأمن بوقف القتال في غزة. انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ كوب 29 في أذربيجان غداً. أهلا بحضراتكم من جديد، معاكم وقصصنا في حديث القاهرة. حديث القاهرة ممتلئ بالأسئلة عن موضوع مرتبط بسكن لكل المصريين، وحدات سكن لكل المصريين اللي الآلاف منها انطرح والناس استلمت والناس تعاملت معاه، وفي طرح جديد كمان يوم 18 النهاردة هنقول لكم تفاصيله، في أكتر من 72 ألف وحدة سكنية هتنطرح علشان اللي عايز يقدم فيها. لكن الكلام مش بس عن الوحدات اللي هتنزل يوم 18، الكلام كمان عن فكرة إن في عقوبات صارمة جدا لأي حد هيأجر أو هيبيع أو هيتعامل بأي شكل من الأشكال على وحدته السكنية اللي استلمها قبل كده. العقوبات يا جماعة ما هياش هزار، كغرامة من 20,000 ل100,000، ده الحد الأدنى وده الحد الأقصى، وهيتسحب منه الشقة وهيكون معرض كمان للسجن سنة. المعلومة الجديدة اللي الناس بتحكي فيها هي إنه العقوبات دي في طريقها للتغليظ، هل دي معلومات حقيقية ولا لا؟ خليني آخد المعلومة الحقيقية من المصدر الرسمي بتاعها. معانا المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. أهلا بحضرتك معانا يا باشمهندس. أهلا أهلا بسيادتك يا فندم، أهلا بحضرتك. باشمهندس عمرو، خلينا الأول نقول للناس المعلومة الصحيحة فيما يتعلق بالتعامل مع الوحدات السكنية اللي استلموها بالفعل، سواء بالتأجير أو بالبيع أو بغيرها، إيه العقوبات اللي موجودة حالياً وبتعتمدها وزارة الإسكان؟ طيب يعني ده طبعاً سؤال هام جداً، ولأنه بيحمي المشروع من إنه يحصل فيه مشكلة، وبيحمي إن المشروع يبقى يستفيد منه أكبر عدد من المحتاجين فعلاً، وشريحة المواطنين اللي محتاجين المشروع اللي بتدعمه الدولة المصرية بدعم مباشر نقدي وغير نقدي. فطبقا لقانون الإسكان الاجتماعي اللي تم إنشاؤه رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن، إن في عقوبات صارمة تم تغليظها بالفعل لمن يتعامل على الوحدة السكنية، ما معناه إنه مش محتاج الوحدة فبيأجرها أو بيبيعها، فطبعا ده في عقوبة بتوصل للسجن لمدة عام وغرامة مالية بتصل ل 100,000 جنيه، بتبدأ من 30,000 ولا تقل عن 20,000 جنيه ولا تزيد عن 100,000 جنيه. إيه سبب العقوبة دي؟
انه لو كان مش محتاج للوحده ما يقدمش ويسيب فرصه اللي محتاج لها. لو هيتعامل على الوحده معنى كده انه ما بقاش محتاج لها، برضه لازم يلتزم بقانون الاسكان الاجتماعي انه يقيم في الاسره في الوحده هو واسرته لمده 5 سنين متواصلين، ولازم يرجع لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في حاله ان هو محتاج يتعامل على الوحده وخلاص ما بقاش يقدر ياجرها او يبيعها او بالاضافه لكده كمان، وده المهم انه بناكد على فكره ان الدوله لما بتنشئ مشروع سكن لكل المصريين كان قبل كده الاسكان الاجتماعي، انه الدوله بتعمل دعم نقدي بنسبه 50% من ثمن الوحده، وبتعمل دعم غير مباشر من ثمن الارض والمرافق وتعويضات المقاولين وفرق اسعار الخامات للمواطن، بحيث انه ياخد وحده سكنيه سعرها مخفض جدا ويقسطها على مده تصل ل 20 سنه بشكل بسيط، فيقدر كل محدودي الدخل ومتوسطي الدخل يستفيدوا من الوحدات السكنيه. لكن لا 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 يوجد قابليه للاتجار باي شكل من الاشكال. هي حضرتك قلت لي كمان ان الدوله بتحط 50%، انت بتحط نص الوحده والدوله بتحط النص الثاني، فما فيش داعي للطرق الملتويه لو مش محتاج لها. اذا احنا عندنا العقوبات اللي حضرتك قلت عليها مغلظه، وبيتسحب منه الشقه صح؟ مظبوط، بتتسحب الشقه طبعا، بيرد الشقه غير العقوبات، بيدفع الغرامه، ده غير العقوبه اللي تصل للحبس. هايل. طب انا بقى عايز اخد حضرتك لحاجه تانية، قلت لي ان الحالتين اللي بيتم فيهم قبول التعامل على الحاجه اللي بياخدها دي اذا عدت 5 سنين او اذا قدم على طلب للصندوق بتاع الاسكان ووافق عليه. هو في كل الاحوال لازم تعدي المده دي، وبعد كده يقدم طلب ان هو محتاج يتعامل على الوحده وياخد موافقه صندوق الاسكان الاجتماعي. يعني بعد ال5 سنين يروح ياخد موافقه صندوق. ما ينفعش قبل من 5 ل7 سنين ويتعامل على الوحده اصلا. واحنا طبعا في تنسيق مع كل الوزارات المعنيه ومع الشهر العقاري بان اي وحدات تحت هذه المظله هذه المبادره ممنوع يطلع عليها اي توكيل بالبيع او بالتصرف للغير. وفي وحدات منهم بتبقى 5 سنين، وفي مجموعه وحدات اللي كانت اقدم من كده كان عدم التصرف لمده 7 سنين. فهو مش هيلاقي اي تصرف قانوني، وكده هيخالف القانون باي شكل من الاشكال. وهنعرف لان احنا عندنا طبعا وحدات تم تشكيلها في صندوق الاسكان الاجتماعي، بتنزل معاها ضبطيه قضائيه، بتعمل تفتيش يومي واسبوعي على الوحدات وحتى في ايام الاجازات، بتتاكد ان اللي ساكن في الوحده وشاغلها هو صاحبها اللي تم تفتيش الوحده من اجله، ولو لقوا وحده مغلقه لفتره طويله او مؤجره للغير بيتم سحب الوحده وتحرير محضر، وبيتم اتخاذ الاجراء القانوني اللي قلنا عليه في الاول. يعني مفيش تحايل على الموضوع لان في تفتيش، والجهات المعنيه متبلغه ان الوحدات دي ما يتمش التعامل عليها بالبيع سواء الشهر العقاري او غيرها ولا تسجيلها، ولو في اي حاجه ثانيه حضراتكم هتبقى عندكم من جهات التفتيش معلمه. طب وبنطلب طبعا من المواطنين ان هم يبلغونا لو لقوا حد متجاوز لهذه القوانين وبيستخدم الوحده غير الاستخدام المخصصه له للسكن، او بيأجرها للغير او بيبيعها للغير. عندنا قنوات شكاوي كتير جدا بنستقبل على مدار الساعة من السادة المواطنين اللي بيبلغوا عن أي حد بيستخدم وبيخالف القانون. القنوات الاتصال دي رقم ساخن مثلا؟ عندنا أرقام طبعا لصندوق الإسكان الاجتماعي اللي هي 5 3 9 أو 5 3 7 أو 11 8، وفي رقم للمحمول، وفي موقع الإلكتروني للصندوق، وفي صفحة الوزارة الرسمية للفيسبوك، وفي طبعا رقم الشكاوي الخاص بوزارة الإسكان ومجلس الوزراء. كل الأرقام دي قنوات اتصال فورية، مجرد ما يلاقي مخالفه بيبلغ عن مرتكب المخالفه. وخلينا ناكد هنا يا باشمهندس عمرو ان ده حقي، يعني انا الشخص اللي فلوسي اخذتها الدوله من الضرايب علشان تدفع بيها 50% دعم لزميل ليا او جار ليا من محدودي الدخل ويديهم سكن باقل من سعره ب 50%، فهي في الاخر فلوسنا، فما تسمحش لحد ان هو يستخدمها بشكل مش في مكانه او ان هو يبددها او يستغلها. طيب كلام سيادتك مظبوط. ده بالنسبه للي فات، اللي جاي بقى عندنا يوم 18 عندنا طرح جديد، العدد اللي مطروح فوق ال 72,000 وحده سكنيه صح؟ ان شاء الله اكتر كمان، ان شاء الله 78,730 وحده سكنيه. وبرضه بنبشر اهالينا ذوي الهمم ان من يوم 18 ليوم 24 هيكون اسبوع مخصص ليهم يشتروا فيه الكراسات، وبعدين من يوم 24 او 25 ان شاء الله لحد نهايه الاعلان ده لكل الحاجزين برضه متضمن ذوي الهمم. هايل. فما حدش يا ريت يزحمهم في الاسبوع الاولاني على الاقل. مظبوط. هم فيهم اللي مش هيقدر يقدم في الاسبوع الاولاني هيقدر يشاركنا في الباقي، وده واجبنا تجاههم. طيب ايه الارقام زي ما هي ما فيش اي تغيير؟ 20 30 ألف مقدمات الحجز. احنا 20 طبعا الطرح المالي ضخم جدا، موجود في المحافظات وفي المدن. بالنسبه للمحافظات المقدم 20,000 جنيه، وبالنسبه للمدن الجديده 30,000 جنيه. طبعا احنا عندنا اكتر من محافظه بنغطي، يمكن 15 محافظه يمكن حاجه زي كده، يمكن اكتر من كده ان شاء الله. عندنا برضو مدن جديده يمكن اكتر من 8 مدن زي حدائق العاصمه ومايو واكتوبر وحدائق اكتوبر والعاشر وبرج العرب والسادات، عندنا برضو في اسوان الجديده.
عندنا في اكتر من محافظه، في مصنوعات مطروحه في اكتر من محافظه بنغطي معظم اجزاء الجمهوريه. فبالتالي احنا مكاتب البريد ان شاء الله زي ما قلنا كده من يوم 18 هتكون متاحه الكراسات، واحنا بنتكلم ان الكراسه يمكن على حسب الاعلان 300 جنيه، وفي مصروفات اداريه بتسدد 355 جنيه ده ثمن الكراسه. كل اللي هيقدم هياخد ولا هيبقى برده كالعاده في قرعه واللي هيرسى عليه في الاخر القرعه واللي مش هيرسى عليه هيسترد المبلغ اللي دفعه؟ بكل التاكيد طبعا احنا بيبقى فيه اقبال كبير قوي وتعودنا على كده الحمد لله، وده ثقه من المواطن في الاسكان الحكومي اللي بقت تقدمه بشكل جيد ومنظم، وفي لاندسكيب وخدمات وفي تشطيب كامل. فبسبب الاقبال الكبير ده بيتقدم عدد اكبر بكتير من اللي احنا طرحينه ومن المتوقع، عشان بننزل دايما طرح علشان نوفي الاحتياجات لكل الحاجزين، لكن كتير جدا. ويمكن الحجز اللي فات بتاع فالي تاور كانت 2800 وحده تقدم لهم 12000 مواطن. الحجز اللي شغال النهارده اللي شغال مع سيادتك النهارده في المدن الجديده برضه في طرح 6575 وحده، النهارده وصلنا اكثر من 50000 حاجز مع ان احنا طارحين 6000 وحده. يعني قرعه لازم يا باشمهندس عمرو عشان الارقام الكبيره. فاحنا عندنا 70000 اكثر من 78000 وحده، لكن ان شاء الله بندعي لكل الناس انهم يا رب ربنا يوفقهم، ولو حد ما اصابوش ما حالفوش الحظ احنا بنطرح في السنه اكثر من مره، وان شاء الله يكون في نصيب في الطرح القادم باذن الله. والوحدات كلها جاهزه على التشطيب؟ احنا طبعا عندنا وحدات جاهزه للسكن، في 70000 وحده جاهزه للسكن، وفي وحدات ثانيه تحت التنفيذ هتاخد من حوالي 36 شهر. فده متاح وده متاح. ليه؟ بنحاول دايما نغطي كل المراحل العمريه. لو شاب في مختبر العمر ومحتاج ومقدر يستنى سنه او سنتين ويستلم الوحده، او اسره جاهزه على السكن بتلاقي ده متاح، الاختيار ده متاح ان شاء الله برضه. ان شاء الله. انا بشكرك جدا باشمهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان، معلومات مهمه جدا اخذناها ونقلناها لحضراتكم هنا في حديث القاهره. يا رب نكون جاوبنا على كل تساؤلاتكم، واذا في اي اسئله تانية ابعتوا لنا او اكتبوا لنا تحت الفقره، لان احنا ان شاء الله يوم السبت الجاي هنعمل متابعه للموضوع السبت والحد قبل الطرح مباشره. خلينا دلوقتي نطلع فاصل قصير وارجع اقابلكم هنا، لسه عندي موضوعات كتير في حديث القاهره في انتظاركم.